باش نحكيو على التصريح لرئيس الجمهورية قيس سعيد يتحدث فيه عن معاناة التوانسة فيما يتعلق بوسائل النقل. رئيس الجمهورية تحكي على الساعات اللي يبقى المواطن التونسي يستنى فيها، احكي كيفاش العباد معناتها الاكتظاظ داخل وسائل النقل، وايضا معناتها حياة الناس في خطر، خاصة وانهم يبدو واقفين وين البيبان. لهنا رئيس الجمهورية يقول يجب توفير حلول آنية لمشاكل التوانسة، ويقول لانه النقل هو حق يكفله الدستور. شنو رايك؟ مشكل النقل مشكل كبير في تونس، مش الوزارة ما تحبش تخدم، الأعوان اللي موجودين تو. أنا بطبيعتي معناتها خدمت في برشا بروجيات، اللينيا أ واللينيا تاع لارفال اللي هي قاعدة تخدم تو، أنا تكنسي سوبيريور ونعرف المشاكل نتاع النقل. الترانات موجودة ومطيشين، جدد ومطيشين، كيران موجودة، لكن الأعوان اللي يخدموا يحبوش يخدموا، يحبوا يحطوا العصا في العجلة بما أنهم يعني الإمكانيات متوفرة سافا، معناتها الظروف ملائمة للعمل، الظروف ملائمة للعمل والإمكانيات متوفرة، لكن المديرين يحبوش يخدموا. بالنسبة للمديرية متكين على النقابة ومحطين العصا في العجلة، مش للرئيس ولا محطين العصا في العجلة للمواطن التونسي، هو محطين العصا في العجلة للتوانسة، باش التوانسة، لان الحالات السياسيه تو ما تسمحش، فما شق تبع فلان وشق تبع فلتان، وشكون اللي مشي فيه؟ مشوا فيه التوانسه، المواطن هو اللي مشي فيه. نحن نقولوا واقفين معاك، ما تغيير جذري للاداره التونسيه. شنو تغيير جذري؟ ما نبدل المديريه، بدل اللي ما يحبش يخدم يخرج، يخلينا نحن عندنا برشا بطاله، نحن عندنا شوفره تاع كار موجودين، شوفره تاع ترانات موجودين، اعمل رسك للاداره، ادخل في الاداره اعمل رسك، ثم ناس تحط في عصاف العجله، والله العظيم انا نعرف، انا بالنسبه للشمينون نعرف كل شيء، ثم عباد تجي ما تخدمش طول طلان وتروح، على شكون تخلص؟ انت تخلص على الاداره التونسيه، تخلص على الدوله التونسيه، وما توفرش المواطن، المواطن يشوف فيه حاجه يقول لك في تونس ما فيهاش، تونس فيها فلوس، موجود كل شيء، لكن ثم عباد خامشة يزمها تخرج من الإدارة التونسية ويزمها تخرج من البلاد أصلا. شيء هذا موجود 150%. علاش؟ أنت توك تقول لي الناس تركب في البيبان، أنا معاك راه ممنوع واختر ومن جميع، أما مضطر باش يسد الباب، يا أما منك خدمته يقعد ضايع وصغيراته، يا أمي مالك المكتب نتاعه ما يمشيش المدرسة نتاعه، إيش يعمل هنا؟ يولي بالصفة عليه بالشد في الباب، ريسك يبقى حيط، وناس ملزك على المر كاني ما مر منه، فهمت؟ هذيك علاش العباد تلزت، وزيد فوق هذا الظلم، الكيران والمتروات، أولا البياسات ما فماش، ما همش قاعدين يجيبوا فيها. وثانيا التكنيسيان الموجودين قلوا برشا برشا برشا، شوف في الاستي شوف في الشيمينو، التكنيسيان اللي يخدموا قلوا، توا كي يجيبوا التكنيسيان ما يجيبوهمش كلهم مرسكلين، لا يجي من المكتب يخدم على روح، لكن هو ماهوش مرسك كيفاش باش يخدم لك؟ هو يجي حاشاك تضيع معاه، فهمت؟ هذيك علاش الترانسبور يتعب في البلاد. النقل في تونس فيه وعليه، سيرتو في الصباح بليد برشا، صعيب برشا خاصة في الكيران، تقعد بالساعة وبالساعة ونص ريتار، المتروات كيف كيف يبدو معبين، سيرتو من برشا لونة، تبدا العباد مكدسة على بعضها، كيما تو بار اكزومبل قداش تو ثلاثة مازال بريسك ساعتين على شقان فتر، معناها ترانسبور يبدا بليد برشا، الأكثرية العباد توصل للستة للديار، ما عقتاش الطيب شقان فتر، ما عقتاش تولها بصغارها، ما عقتاش فهمتني، والكيران زادة يجيك ما غير خلاص الصباح، يتعدى من ناري لاري ما غير خلاص. حديث صحيح مش غلط، أما هك تشوف البلاد تعبة ومتواصلة تتعب أكثر، وما فما حد شيء، ما فماش حاجة إصلاحات، ما فما حد شيء، فما المترو الجديد هذا اللي عملوه. ما نقص شوية اكتظاظ نتاع نقل واحد، أما الباقي قاعد كيما هو، تعب النقل في تونس تعب برشا. يعني الحق هذا اللي يكفل الدستور ماهوش متمتع به المواطن التونسي. والله تعرفش علاش؟ خاطر هي والله أنا ما نلومش الدولة، فهمتني؟ خاطر هي بون سيركوي مربوطة ببعضها، خاطر وسائل النقل شوية، المتروات شوية
أو طايح أمبار المترو أو البياس دي ريشارج ما ثماش أو من عرشنية ما ثماش، معناها ملومش الدولة ويزم زي هذوما دور شكون يعني؟ دور الدولة. إي صحيح دور الدولة، لكن زاد ما يلزم واحد يخصص لهم الميزانية، فهمتني؟ الحكومات تعاقبت بعد الثورة، وأيضا رؤساء الدولة تعاقبوا بعد الثورة، وحال خلينا نحكيو على قطاع النقل هو يعني متحسن شيء، هي علاش؟ هما كلهم منعوا، جات في رأسه هو. رأسه هو هو بيجي في رأس اللي بعده هو. تحكي على رئيس الجمهورية؟ أي على رأس الجمهورية. هي مترانك بدأت الدنيا تموت من بدات من 2011، ما نقولوش ترونك احنا سبب، فهمتي؟ من 2011 هي بدات كل شيء يتراجع، كل شيء مش حاجه ما تراجعتش، راه الاداره مشيت عليها الجمله، الترانسبور مشى على الجمله، الخدمه ما عادش اللي هي، معناها ماهوش الشيء اللي كنا عليه. بالنسبه لي انا خدت 60 سنه تربيت على شيء، دخلت 2011 2014 و15 قلبت رأس العقب، ما عادش فيها حتى شيء، لأن الشيء اللي تربيت عليه ما قيدوش بدا، فهمتني؟ كل واحد أبو العريف. هذيك علاش العباد تعاني في الترونسبور، وتعاني في مشاكل الإدارة، وتعاني في الخدم، كلها مع بعضها ركبت على بعضها، وإيش باش يفضها؟ ماهيش بتضرة، يقول لك باش نفضها مسكين، والله ما يفضها. حال النقل هذا لو وصلنا له، علاش حسب رأيك؟ تراكمات قاعدة، مش مصلحات قاعدة، مش ما تصلحتش البلاد، قاعدة كما هي، فماش حاجات جديدة اضافت لها. بطبيعة الحال باش تبقى النقل، باش يبقى النقل تاعها. المواطن التونسي عنده دخل في مشاكل النقل ولا؟ المواطن التونسي ما عنده حتى دخل في مشاكل النقل. المواطن التونسي بالعكس يحب النقل يتطور، ويحب النقل يتبدل ويحافظ عليه، ما عنده حتى دخل المواطن التونسي. قلت انه يحافظ عليه، ثم محافظه على وسائل النقل، ثم محافظه على وسائل النقل، خاصه كي نشوفوا عمليات التخريب والتكسير والاعتداء على قل هذاك، قل انفيلات هذاك، ما يسميش معناه ظاهره نجم نسيطروا عليها. اما المواطن التونسي يحب حاجه نقل به، يحب يحافظ عليه، يحب هذاك. نجموا نشوفوا معناتها حلول بالحق، حلول فعلية لمشكل النقل اللي يعانوا منها التوانسة، يعني خاصة وأنه رئيس الجمهورية قيس سعيد تكلم على الملف هذايا وحطه على طاولة الاهتمامات بتاعه. حلول تطهير الإدارة التونسية كما سانسيف تي تاشمينون، كما ترونس تي، اللي ما يحبش يخدم، أنا قلت لك اللي ما يحبش يخدم يسامحنا. اليوم احنا أمام مرحلة جديدة، ننسوا الماضي، أمام مرحلة جديدة. المرحلة هذه ينجحوها نحن كتوانسة، ينبركوها نحن. تحبوا شو؟ تحبوا تغيروا رئيس الجمهورية؟ ما فماش بديل، أنا نحكي ما فماش بديل. جيب لي تو في الوضع الحالي هذا واحد ينجم يشد البلاد، قل في سيد قيس سعيد. أنا مش نراو ندربك القيس سعيد، ولا أنا قيس سعيد شفت فيه حاجة نظيفة، إنه رئيس نظيف، وذاك هو أنا مع الرئيس نظيف. فما تطهير الإدارة، تو تمشي بطبيعتها، تو تمشي وتو يتوفر كل شيء، الإمكانيات موجودة بإذن الله، الإمكانيات موجودة. أخي هاكو أنتم امشوا شوفوا الترانات اللي موجودين جايبينهم، أخي مش بفلوسنا ذوكم، علي ما يخدموش؟ علاش أنت ما تفرضش على الشركات اللي جايبهم تخدم في الترافو ببليك وترافو في ريفيير، علاش ما تفرضش عليهم أن تكمل في الديلي معين نتاعها؟ علاش أنت ما توفر الهوش الإمكانيات؟ تو كيما مثلا برد، باش نحكي أنا خاطر كيما برد اللي يحكي عليها سيد رئيس الجمهورية، البلدية قالت لك ما تشقليش برضو الش اسمه البلديه اللي من هنا، البلديه اللي من غادي، متعاركين بين الولايه، علاش ما نظموش روحنا؟ عندنا دوله فاز دوله، احنا علاش ما نخلوش الشركات تخدم على رواحها؟ غدوه شو اسمه منوبه يتحل، القبعه يتحل، يتحل، معناها ترونسبورت تولي موجوده، 700 فرنك تركب تهبط لبرشلونه. وهاك شفت انت بوقطف ما شاء الله ترانات وما شاء الله، والعباد حتى العباد فرحانه. وكان وراء حزب يقى مسؤولين وراه، يقى ناس وراه، لما قعد تخبط وحده. يعني حتى لو توفرت الإرادة السياسية مستحيل تتحل المشاكل؟ مستحيل، لا لا. يبقى التونسي يعاني؟ لا بشي قد يعاني. أنا شوف عايش شخصي، أنا تنجم تقول كبير وتنجم تقول صغير، لكن الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه توا في 11 سنة باش تصلح، هو عنده توا عمل 4 سنين وواش ماكا ولا شنو اللي تصلح؟
تمشي تاخذ في الشاسي كيما كي تخلي 40,000 50,000 ها والله 50 دينار شنو هذا؟ يعني وقت بن عليكم ناكلوا نعيشوا هكا بن علي شاد شاد العصام الوسط واللي يهز يجيبوا الاثنية وراه رجال زاد راه مش بن علي وحده وراه رجال باش احنا عايشين واصي بون تنصبحت بن علي راهو تعبت الدنيا تاع رئيس الجمهورية قال تراكمات حتى معناتها خاصة نحكي على قطاع النقل قال منذ التسعينات مع التسعينات القرن الماضي إيه هو زين عمل احنا من وقت بورقيبة تعبين نكذبوا على رواحنا عم عمل الزين شنو اللي عمل اللي الناس ما تحمدش ربي فيه هو عمل لهم سيارة شعبية سيارة شعبية هذيك فكت مشكلة في البلاد اللي كانت البلاد كلها كراب ديما مطيشة في الكياس منا ومنا فهمت توا ما عادش عندنا الاصول كل جديد فهمت زي شري كيران وشري مطروات وشري ترانيت وكذا يتراحى ما بنفش كون عملوا جديد مترو جديد مو هو عملته الترايكا لكن الغلب